تقول جنبلاط أنه هو لن يسير مع القوات اللبنانية بطرح الانتخابات المبكرة على أساس القانون الحالي، وبنفس الوقت تعليقكم على موضوع الجبهة اللي عم يجرب يشكلها سمير جعجع. شوف يعني ان كان الجبهه وان كان العلاقه بين سمير جعجع ووليد جنبلاط هي دائما علاقه لمصالح انيه، لا يقدر كل واحد منهم يستفيد بمنطقه معينه، مش اكثر من هيك، ولا مره رح تكون لمصالح الوطن. فبالطبيعي انه تتشكل جبهه من الميليشيات والاقطاعيين وبعض اللصوص، هيدا شيء طبيعي انه يكون في هيك نوع من الجبهات، اكيد ما رح يكون فيها وطنيين او ناس بدهم بناء المؤسسات او الدوله، ولكن انا بقول لك وباكد لك تشكلت هذه الجبهات من عشرات السنين مره واثنين وثلاثه، ودائما كانت تفشل وتنحدر قدام قوه الدوله اللبنانيه وجيش الدوله اللبنانيه وقوى الامن بالدوله اللبنانيه، فما يسعوا ويكتروا سعيهم اكثر بالاخر تنتصر مفهوم الدولة ومفهوم المؤسسات، ولح تفشل كل مفهوم الميليشيات والاقطاع. ما لح نقبل انه ترجع هذا البلد لورا، لح نضلنا نتطلع فيه لقدام، لح نتطلع بالتدقيق الجنائي اللي لح يعرف الناس حقيقة مين سرق مصرياتهم ومين هرب مصرياتهم، اللي انا بتحديهم كلهم هودي اللي بدو يشكلوا جبهة يطلعوا تقرير واحد بيقول وين مصرياتهم من 17 تشرين لليوم، اذا مصرياتهم بعدها بالبنوك اللبنانية او لا، واحد منهم يصرح عن امواله من بعد 17 تشرين اذا تحولت او لا، ما عندهم الجرأة ابدا بمواجهة اي شيء، بس عندهم جرأة التعامل مع الخارج. استاذ جاد العمالة والخيانة مش وجهة نظر، وما في انسان يلغي عنه هيدي الصفة اللي هي انجبلت فيه على مدار عشرات السنين. فللأسف نحن اليوم وصلنا لهيدا الخطاب، ولكن هودي الناس ما بقى فيك تقول إلا بوجه الحقيقة، ما بقى لح نسكت عن أي مرتكب منهم لا بماضي ولا بحاضره ولا بمستقبله، لح نضلنا نواجههم لأنه هيدا البلد لازم يكون لأولادنا أنظف من مورتنا عأيامهم.